هناك بدائل للسكر اللي الإنسان ممكن ياخدها بشكل صحي. تمام. إيه هي أبرز النباتات، أبرز الأشياء، أبرز الأكلات الصحية اللي ممكن الإنسان يستفيد منها من غير ما يضر جسمه؟ طبعا إحنا أشهر مصادر السكر عندنا سكر القصب، سكر البنجر، بعض المحليات الصناعية اللي موجودة في الأسواق. كل هذه الأنواع من السكر هي أنواع ضارة على صحة الإنسان. يعني مفيش حاجة اسمها سكر طبي، مفيش حاجة اسمها. المحليات الصناعية أغلبها مع الابحاث ايوه، بس مثلا البطاطس ممكن تدي للانسان سكر. الـ ده حقيقي، بعض الاكلات نقدر ناخد منها السكر. يعني حضرتك مثلا عندنا دايما اقول البديل الامن ناخد عسل ابيض. العسل عندي فيه مضادات اكسده، ولكن هو في الاول وفي الاخر ماده سكريه، فما ينفعش افرط في تناولها طول الوقت واقول انا باخد حاجه صحيه، ولكن ليها جانب ايجابي، فيها معادن، فيها انتي اوكسيدنت. عندي طب ما انا مش ممكن افقد القيمه بتاعته لما احطه في الحاجات السخنه مثلا احلي بيه؟ الى حد ما بتفقد القيمه، ولكن مهما فقد قيمته هو ملهوش نفس الضرر بتاع السكر الابيض النقي اللي حضرتك بتضيفيه. يا ريت ناخد السكر نعتمد على السكر من الفاكهه، يعني الفاكهه كلها فيها سكر فركتوز، مصادر الفاكهه بالظبط كده، التفاح، الجوافه، كل انواع الفواكه السكر فيها فركتوز، الجسم بيحوله في الكبد لصوره يقدر الجسم يتعامل معاها. والعيش برضو اعتقد، والعيش فيه، ولكن انا دايما بقول لو هناخد حاجه فيها سكر يا ريت اخد الحاجه اللي فيها الياف زي ثمره الفاكهه. مؤشر السكر ما بيرتفعش في الجسم مره واحده بسبب وجود الالياف في العيش، وجودها في الفاكهه بيكون مفرمله، فبالتالي السكر ما يرتفعش مره واحده، بالتالي الانسولين ما يرتفعش مره واحده، بالتالي انا ما اشعرش بالجوع. عشان كده دايما اقول الفواكه من الحاجات الكويسه، لان الفواكه على فكره في الخضروات الياف زي البرتقال بالظبط، والخضروات عندنا في خضروات نشويه زي ما حضرتك ذكرت، البطاطا، الخضروات عامه فيها نسبه سكر، ولكن اللي بيفرمل ارتفاع السكر عندي هي نسبه الالياف. من الكوارث المنتشره المحليات الصناعيه اللي موجوده، وللاسف هذه المحليات موجوده في التصنيع الغذائي لبعض المنتجات الموجوده في الاسواق، وخصوصا حلوى الاطفال. مشكله المحليات الصناعيه انه مع مرور الوقت زي الاسبرتام اللي موجود في المشروبات الغازيه دي ليها سايد افكت على الكبد وعلى اجزاء كتيره من جسم الانسان. كمان السكر اللي بيستخدم في المشروبات الغازيه يقول لك ده علشان الرجيم او الدايت، دي خدعه، ما تسمى بالدايت، خدعه كبيره.